هكذا تواصلنا أيها الحفل الكريم في هذا الصباح، هكذا التحديات والإثارة بهذا الانطلاق المميز. آخر أشواط الصعوب وثامنها في فية الصعوب في هذا الصباح، ينطلق شوطنا الثامن في مجموعة الصعوب مع القعدان الفطامين. مقدمة الشوط المركز الأول والصدارة، يتقدم على المركز الأول أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات. وعلى المركز الأول بلقى مشاهدين الكرام حمل رقم 159 عند أيضا عبد الله بن حلبان بن مبارك العامري، قدم شاهين مع المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني شاهين محمد بن حمد بالعود العامري خذ المركز الثاني في هذه الإثارة. المركز الثالث بلقى شاهين سيف بن علي بن حمدان الشامسي، يتقدم بدوره على مستوى المركز الثالث. أتابع بقية الأسماء والشعارات الحاضرة في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن بعود مع المركز الأول أيها الحفل الكريم في هذه اللحظات، شاهين عبد الله بن مبارك بن حلبان العامري يتقدم في هذه اللحظات. لكن بالعود بدأ يغير في هذه اللحظات مع شاهين محمد بن حمد بالعود العامري، يتقدم في هذه اللحظات وبهذه الإثارة. يا سلام، شوف التحدي ما بين الاثنين، ما بين بالهضبان وما بين بالعود ما شاء الله. لكن بالهضبان والعصافة الأبطال، بالهضبان والعصافة الأبطال مع اللي هو شاهين ما شاء الله. شوف خط النهاية، راقب لي خط النهاية. يا سلامي على هذا التحدي والإثارة في هذه اللحظات. يا سلام ما بين الاثنين ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الرقص الجميل ما شاء الله عند شاهين. نعم محمد بن حمد بالعود العامري، تهانينا وناموس البركة الثالث عند بالحضبان البركة الثالث. يبدو أن عند بالهوية من البركة الثالث. هذه هي نتائجنا، توقيتنا 2:14.